حطي اللبان المر على الكزبرة، ده كنز أغلى من الذهب، يكسبك الملايين ويحقق حلمك في ثواني، سر وكنز لا يعرفه الكثير. صلوا بقى على رسول الله. لو أول مرة تشوفوني، أنا مطبخ مامي سولة إسراء فتح سكتشن، ودي قناتي على اليوتيوب. في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم دايما إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله هنا على القناة. ويلا بينا سريعا نشوف هنعمل ايه، لانه بجد كنز ولا يقدر بثمن. لقيت عندي كزبره ولبان مر، وبجد يعني بصوا عملت بيه اختراع هيبهركم. جبت كسرولة وحطيت كوبايه ميه، واول ما غلت نزلت كده بمعلقه كبيره من اللبان المر. الاسم التاني له اللبان الدكر، اكتبوا لي بقى اسمه ايه في البلد او في الدوله اللي بتشوفوني منها. حطيت معلقه اللبان كده مع الميه المغليه وسبتهم يغلوا لمده دقيقه واحده بس، لحد ما تحسوا ان لون الميه غير شويه. لايك بقى وصلوا على رسول الله، وشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد. جبت بقى معلقه من الكزبره الصحيحه مش المطحونه، وبدأت كده أخلطها مع المية واللبان المر، وهسيب بقى الكزبرة واللبان المر في المية المغلية لمدة دقيقة ونص بالظبط. وبجد الفكرة اللي أنا هعملها ديت لأول مرة هتشوفوها، تابعوني بقى وتابعوا صفحتي علشان تستفادوا ويوصلكوا كل جديد. جبت 7 ورقات من ورق اللوري وحطيتهم على الكزبرة واللبان المر، وهسيبهم كده يغلوا لمدة دقيقة بالظبط. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، خلونا بقى ناخد الثواب والحسنات سوا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد كده جبت ربع معلقة من حبة البركة، وبدأت كده إن أنا أخلطها مع كل المكونات. اكتبوا لي برضو اسمها ايه في البلد او في الدولة اللي بتشوفوني منها، وما تنسوش بقى تكتبوا لي بتشوفوا الفيديو او بتتابعوني دلوقتي من اي بلد. حطيت عليهم نص معلقة من بذور الكتان وهخلطهم بقى كويس قوي. في المرحلة دي هسيبهم يغلوا على النار لمدة 3 دقايق فقط لا غير، لحد ما يبقى لون المية بالشكل ده، اللون بتاع المية اتغير تماما. لايك بقى وكومنت حلو، عايزاكم تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، بجد الفكرة جديدة وحابة جدا ان الكل يستفاد، وجزاك الله كل خير. طفيت النار وخدت كل الكلام ده وجبت الصفاية والطبق، وهبدأ بقى ان انا ايه اصفي كل الكلام ده. بجد الفكرة دي هتبهركم، هتوفر فلوس كتير قوي وهتكسبنا ملايين، لان بجد الفكرة خطيرة ورهيبة وان شاء الله هتعجب اي حد، ولما تجربوها مش هتبطلوا تدعولي عليها. خصوصا ان اللبان المر ده كنز ولا يقدر بالثمن، بجد رهيب. هاخد الكلام ده كله هو سخن كده في نفس الكسرولة، بعد ما غسلتها هبدأ انزل تاني بالمغلي بتاعنا ده وهسيبه يغلي على النار لمدة 2 دقايق بالظبط. بعد بقى بعد ما يغلي هجيب الخميرة وهبدأ اضيف الخميرة. هنا هضيف كيس كامل من الخميرة، يعني حوالي معلقة كبيرة من الخميرة. واول بقى ما هنضيف الخميرة هنضيفها بس كده الأول. لايك بقى وكومنت حلو اللي وصل لحد هنا، رجاء تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا، بجد حابة ان الكل يستفاد، خصوصا ان الفكرة جديدة وناس كتير قوي بتدور على فكرة شبه ديت، فجزاك الله كل خير. أول ما نضيف الخميرة هنفضل كده نقلب لمدة دقيقة بالظبط كويس قوي، علشان الخميرة ما تتكتلش معانا وتدوب كويس قوي في المغلي بتاعنا بالشكل ده. هنا بقى مش هتلاقوا تكتلات خالص، اهم حاجة تقلبوها كويس اثناء الغليان، دي اهم خطوة في الموضوع علشان الكواليتي بتاع المنتج اللي هنعمله يكون عالي كده الجودة، فيدينا حاجة حلوة بجد يعني تدعولي عليها. هنا بقى سبت الخميرة تغلي لمدة دقيقة علشان اتأكد ان مفيش اي تكتلات. دوبت معلقتين من النشا، معلقتين فقط لا غير، مع معلقتين من المية. على طول اول ما تنزلي بالنشا تقلبتين 2-3 فقط لا غير، وهنقفل النار على طول. تقلت في ثانية، هنقفل النار وهنسيبها لحد ما تبرد تماما. بعد بقى ما بردت القوام تقل شويه اهوت، مفيش بقى يعني ما جمدتش، ما بقتش قطعه واحده، لا انا حبيت اوريكم شكلها بعد ما جمدت ان هي عامله زي الكريمه اهو.
شايفين الشكل عامل ازاي، ما تضيفيش نشا كتير، اعمليها بنفس الطريقة. عموما هي مستحيل تبقى قطعة واحدة علشان الخميرة. بعد كده بقى جبت الطبق او الفخارة بتاعتي اللي هحتفظ بيه، الكمية دي ممكن تقعد معايا بالسنة اصلا، وهنزل بالكمية كده في الفخارة وهقلبها 3-4 تقليبات. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، تتابعوا صفحتي، اضغطوا على متابعة ولايك للبيتش علشان يوصلكوا كل فيديو جديد، خصوصا ان كل وصفاتي جديدة وحصرية. كده خلاص قلبتها كويس. هبدأ اجيب المكون رقم 1 وابدأ كده اضيف منه معلقة كبيرة من الزيت ده، وبجد الزيت ده كنز ولا يقدر به ثمن. الزيت ده اسمه زيت حبة البركة وكلنا عارفينه، فانا ايه ضفت معلقة كده متوسطة من حبة البركة. بعد كده بقى ده، وده اتكلمت عنه كتير قوي، اسمه زيت السعد. تاني اسمه زيت السعد. زيت السعد ده جوهرة وكنز ودهب، بيتباع عند العطارين. زيت السعد ده اللي بيوقف نمو اي شعر. بصوا معجزة، هاتوه كده واشتروه، لان قسما بالله معجزة. فكرة يا شباب ويا بنات خطيرة. بعد كده هجيب زيت البرتقال. ما تنسوش بقى تصلوا على رسول الله، خلونا ناخد الثواب والحسنات سوا بقدر المستطاع. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمان ما تنسوش تدعو لوالدتي إن ربنا يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يا رب، اللهم أمين. ضفت معلقة كبيرة من زيت البرتقال، وهضيف برضو معلقة كبيرة من زيت القهوة. عايزه اقول لكم هتكسبكم فلوس كتير قوي ورهيبه خطيره بجد. هخلط بقى كل الزيوت دي مع الخليط بتاعنا بالشكل ده. تعالوا بقى اما اقول لكم دي ايه وهنستخدمها في ايه. بس اهم حاجه ان احنا نخلط الزيوت معاها كويس جدا لمده 3 دقايق بالظبط. اول حاجه بالنسبه للشباب، تقدروا ان انتوا تشتروا علب كده صغيره من اي محل مستلزمات طبيه بتكون متعقمه، وتعملوا عبوات صغيره خالص من الماسك ده وتوزعوها على صالونات التجميل او المحلات عموما. انا عايزه اقول لكم ان هي رهيبه بجد، وهتبيعوها غاليه لان المنتج بالكواليتي ده بيتباع غالي اصلا، واحنا بنشتري من بره منه عينات صغيرة بتبقى غالية قوي. فانت بقى لو ما فيش شغل هتعمل مشروع زي ده وتسترزق منه بجد خطير، وناس كتير قوي هتعجبهم الافكار ديت وهيشتروا منك دايما. اما بالنسبة للبنات فتعالوا بقى يا بنات، لان ده كنز وسحر. بصوا بقى هتدعولي، هتجربوه وهتدعولي. الكمية ديت هتغطي الفخارة بتاعتك او لو انت حطاها مثلا في علبة لها غطا وتشيليها في التلاجة عادي جدا. بنستخدمها 3-4 مرات اسبوعيا زي ما انت عايزة. دي بقى انت بتدهيني بها وشك كده، ماسك بقى للوش وكمان رقبتك والمناطق الغامقة في جسمك، وتقدر تستخدمها الجسم كله بلا استثناء. قسما بالله بتشد التجاعيد شد اقوى حاجة، هتحفز الكولاجين وهتخلي وشك ممتلئ ما فيهوش بقى لا تجاعيد. لو عمرك حتى 70 سنة قسما بالله مهما تكبري مش هيبان عليكي اعراض ابدا للشيخوخة، ولا خطوط جبهة ولا تجاعيد. بالعكس كل ما هتكبري تحلوي اكتر واكتر بسبب القناعة ده. بالنسبة بقى للاماكن الغامقة، فانت بتسيبيها عليها نص ساعة لحد ما تنشف تماما وتتشد تماما. هتفركيها كده في حركات دائرية، الحركة دي هتشيل كل طبقات الجلد الميتة، هتشيل كل البقع الداكنة، هتفتح جسمك من أول ثانية، هتخلي وشك وجسمك ينوروا كده بجد. هتبقي قمر 14، والكل هيسألك عن سر بياضك وسر نضارة بشرتك وسر إن مفيش تجاعيد وإن مفيش حبوب ولا أصل للحبوب. بجد خطيرة خطيرة، هتخلي بشرتكوا كده كأن انت عندك 18 سنة. جربوها بقى لانها هتديكوا تفتيح ونضارة غير طبيعية. جربوها وان شاء الله يا رب تعجبكم.